السلام عليكم. كم السلام والرحمة. صح النوم يا غالي؟ صاحي من بدري مرة. حلو، انت ما شاء الله اتوقع انك الحلم اللي انت داخل فيه كان اجزاء طويلة مرة، صح؟ عشان كذا طولت بالنوم. والله يشف، يعني الحمد لله قدرت تختم الحلم ولا باقي؟ الحمد لله على كل حال. والله حلوة يا صالح، والله حلوة. كنت أفكر في إسقاطة فعلا. ممتاز. طيب السؤال يقول يا أحمد، كلمة، ركز، سؤال ذكائي هو، ها؟ كلمة إذا قرأتها من اليمين تكون مدينة عربية، وإذا قرأتها من اليسار تكون اسم فاكهة. إيش فيك كذا معطيني النظرة اللي كانك قافط مني شيء؟ الخيارات. خيارات. عسير، المنامة، بيروت، دمشق، حلب، بغداد. شباب بدون مساعدة. حلب. حلب. حلب والإجابة يا أحمد حنيف صحيحة. أنت إيش قلت؟ سؤال إيش؟ ذكائي. ذكائي طبعا. مبروك يا أحمد حنيف، 1000 نقطة، والنقاط أخذت من محمد آل دنعة. والله ما حد قالك تغشش. والله ما حد قالك تغشش يا محمد. والله ما سمعت. والله ما سمعت. غشش. أنا سمعته. طلعت بلح. أنت هالموضوع. طب خلني. آسف، معوض خير يا أبو نايف. لو إن السؤال إنه يستاهل إني أقول ميدك على وجهي خذه. والله ما، والله ما حد قال لك غشش. يعكس الأسامي. طيب. انتهى. راح. انتهى. معوض. لا. ها. أنا ما راح أحط ذمتي شيء. أنا سامعه يغش. إيش قلت؟ فبالتالي أخذت نقاط السؤال واعطيت لاحمد حنيف. حيد العين. مبروك ابو حنيف. حيد العين. سهل والله. يعطي العطاء من ضارب العطاء. دنعة خلي اللقافه تنفعك يا غالي. خش يلا. والله ما يصير، اقسم بالله نعلمك انا.